ولمناقشة هذا الموضوع المهم، تردي الخدمات الصحية والطبية والأوضاع في المستشفيات، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي السيد زياد السنجري. مرحبا بك معنا أستاذ زياد. أهلا وسهلا، حياكم الله، تحياتي لكم ولكل مشاهديكم في كل حياكم الله. مكان. نعم، كشفت فاجعة مستشفى ابن الخطيب عن الأوضاع الصحية في البلاد، إلى ماذا ترجعون هذا التردي في الوضع الصحي؟ هل هو أمر يتعلق بالإهمال الحكومي أم بحالة متعمدة؟ يبدو يا سيدي الفاضل بأن الواقع الصحي في العراق عام، بحيث أن كثير من المناطق في العراق وكل المحافظات العراقية باستثناء الإقليم يعاني من وضع صحي متردي، وإنما انعدام، شبه انعدام، عندما يذهب المريض إلى أي مستشفى ولا يجد أي علاج، وكل العلاج خارجي من عبر المداخر والصيدليات. فنستطيع أن نقول بأن الخدمات الصحية دون 5 أو 10% من ما يمكن أن يقدم للمواطن بناء على الميزانيات الانفجارية. هناك تخاذل، هناك تواطؤ، هناك عمل من أجل تخريب الصحة، من أجل تخريب هذا الملف أسوة بالملفات الأخرى مثل التعليم وغيره من الملفات. ولكن الواقع الصحي اليوم في العراق كارثة حقيقية. يضطر المواطن إلى الذهاب إلى الإقليم أو دول الجوار مثل الأردن وتركيا وحتى إيران، من أبناء الجنوب يذهبون للعلاج هناك، وهذا أمر مؤسف، خاصة وأن العراق الحقيقة كان مكتفي من هذه الناحية، من ناحية العلاج ومن ناحية الصحة قبل 2003 وقبل بفترة طويلة أيضا، ولكن أصبح اليوم الحاجة ماسة للمواطن المريض العراقي للذهاب إلى دول والذي ليس لديه هذه الأموال، وهم غالبية العراقيين للأسف الشديد يعانون الإهمال والموت البطيء في داخل العراق. نعم، لا زالت تداعيات مستشفى ابن الخطيب تتوالى، وفي نفس الوقت يقول المراقبون أن مستشفى ابن سينا التعليمي في الموصل يعاني من الإهمال الحكومي. أين تذهب المخصصات في الموازنة الخاصة بالوضع الصحي؟ وضع الصحي الحقيقة متردي في كل العراق، ولكن هناك كارثة حقيقية في محافظة نينوى ومدينة الموصل، حيث فقدت المدينة في الحرب الأخيرة معظم أو كل مستشفياتها تقريبا باستثناء مستشفى واحد كان قيد الإنشاء، وهو مستشفى الألماني والذي يسمى الآن مستشفى ابن سينا، باعتبار أن مقر مستشفى ابن سينا دمر بالكامل ضمن مجمع الشفاء الطبي في الجانب الأيمن. واليوم هناك مستشفى واحدة في مدينة الموصل، المدينة الثاني مدن العراق للأسف الشديد، وهي دون الخدمات المطلوبة، ولكن هناك كوادر تعمل قدر المستطاع ولكن بدون أدوية وبدون الأجهزة الملائمة التي تتناسب مع حجم هذه المدينة وهذه المحافظة، والضغط هائل وكبير جدا عليها. وللأسف الشديد على أبناء مدينة الموصل، لربما سمعنا وشاهدنا بعض الشهادات، وهناك ما هو أكثر الحقيقة مخيف من ما يحدث الآن في هذه المدينة، باعتبار أن الحكومة لحد هذه اللحظة لم تقوم بإعمار مجمع الشفاء الطبي والذي يضم مستشفى ابن سينا ومستشفى الجمهوري. على الرغم من وجود حصة في الموازنة من أجل هذا الموضوع أستاذ زياد، أو هناك مبالغ نعم محصلة من المؤتمرات، لماذا إذن لا يعيدون الإعمار؟ الحقيقة هناك نية الآن لإعادة إعمار هذه المستشفيات عن طريق القرض الكويتي وعن طريق القرض التركي، حيث يمكن نستطيع أن نقول هناك بوادر لإعادة إعمار. أما هذه السنوات التي مضت فلا يوجد سوى المستشفيات الكربانية، مستشفى البتول في محافظة نينوى وهو مستشفى الأطفال، يعني هذا المستشفى مهم جدا للأسف الشديد، مستشفى البتول، مستشفى الولادة، وهو مستشفى كرفاني. هناك مستشفى السلام مدمر بالكامل تقريبا، هناك أقسام تعمل منه وفق الموجود فقط، ولا نستطيع أنه لا نستطيع أن نقول أنه استعاد 20% من طاقته السابقة. اليوم كل المستشفيات منهارة صحيا، وهناك أموال طائلة تصرف، والحقيقة الحكومة تصرف على هذه ولكن تذهب إلى جيوب الفاسدين، بالتحديد
إلى جيوب النواب، إلى جيوب المسؤولين. نعم كل هذه المستشفيات عقودها وأموالها تذهب بجيوب الفساد والفاسدين. نعم. شكرا لك الأستاذ زياد السنجري من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي.